سيسكو سويتش بورت انالايزر عبارة عن ميثودولوجي أنا بستعملها تقدر أعمل انالايزنج للترافيك اللي عم بيقطعوا عندي بقلب السويتش. كيف تشتغل هيدي الميكانيزم اللي أنا حسميها سبان حنشوف. أول شغلة نحن بدنا نتعرف على شيء اسمه بورت ميرورينج. شو يعني بورت ميرورينج؟ يعني إذا كان في عندي البي سي اللي موجود هون بده يبعث ترافيك لبي سي 1، فإذا اللي حيصير إنه حيطلع عندي هيدا الترافيك دوبليكيتد على FA0/2 على FA03. الهدف إنه FA0/2 حيروح على بي سي 1 to perform certain type of applications، أما حيظهر من FA03 تيكون في عندي بس analyzing لهيدا الترافيك اللي عم بيوصل، فإذا كان بدي أعمل شوية statistics. فهيدي الحالة أنا كتير مهمة أنا تقدر أعمل monitoring على الترافيك ويكون في عندي شوية information. فإذا الميثودولوجي اللي أنا بدي استعملها بالبورت ميرورينج هي اللوكال سبان. شو معناتها اللوكال سبان؟ is when the traffic on a switch is mirrored to another port. هو الـ procedure of mirroring ولكن على switch واحد locally. يعني كل البورتس موجودين على نفس السويتش عم بيفوت عندي من الـ FA0/1 تيظهر على 0/2 و0/3 at the same time. أما بحالة الريموت سبان فإذا بده يكون أنا في عندي السورس موجود على سويتش والبورت اللي بده نعمل له ميرورينج على another switch. فبهيدي الحالة أنا بكون عم بستعمل شيء اسمه ريموت سبان. طريقة الكرييشن للريموت سبان إنه أنا بدي أعمل 2 سيشنز، واحدة منهم بدها تكون ديديكيتد للسورس والتانية بدها تكون ديديكيتد تاني أعمل كوبي أو ريسيفينج للترافيك على VLAN تانية اللي هي بدها تطلع عندي على different switch. وطبعا منذكر إنه نحن الهدف من الريموت سبان إنه بس يكون في عندي أنا analyzing للترافيك بدي أخذ بعين الاعتبار إني ما استعملها إذا ما كان في عندي حاجة، لأنه بتعمل لي security gap وبصير في عندي أنا sniffing على الانفورميشن اللي عم ببعثها.